السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. هاد لا فيديو ما جيتش باش ندير لكم تحفيز. انا معروف عليا بلي استاذ تاع سيونس، نقري محتوى تعليمي، دروس، تمارين الى غير ذلك، وسيرار ونتكلم كلام خارج المحتوى تاعي. بصح في الفيديو تاع اليوم حبيت نعطي لكم رساله واقعيه. اليوم مر بيا واحد الموقف هكا، تلاميذ كانوا يفوتوا في الاختبارات في الليسي قدامنا هكا، لقيت واحد التلميذ يقرا عندي، لقيته مقلق رايح فيها كاع، واش لاباس خدمت شويه في الاختبارات؟ قال لي يا شيخ والله غير حسيت روحي ما قريتش كاع. قال لي راني حاب نخمم باش نحبس كامل. هذه خلاتني نتكلم لكم الكلام اللي احنا نهضروا اليوم، وعلى بالي باللي اغلبكم المعنويات تاعو راهي منحطه تماما، حتى اللي كان يقرا ويحفظ من اللي بدا العام واجور دائما، بصح كاين بزاف اللي اصطدم بالاختبارات تاع الفصل الاول، واش قرا تماما ما عنده حتى علاقه بمواضيع الاختبار. هاد الحاجه ماهيش غير هاد العام برك، هاد الحاجه تعاود كل عام، وكل عام كاين تلاميذ يربحوا الباك افيك 17 18 ويجيبوا معدلات ممتازه، والاحصائيات تقول بلي ما كاش تناسب طردي ما بين النقاط تاع الاختبارات الفصليه والنقاط تاع الباك. كاين بزاف لي في الاختبارات الفصليه يدو 16 17 18 وكاين ما يجيبوش الباك تماما، وكاين اللي يخربوها في النقاط الفصليه 10 11 9 8، بصح في الباك يدو دي بون نوت. على بها العامل النفسي هو اللي يحدد المصير تاعك. اذا كنت انت ضعيف الشخصيه وتفشل تمتم وما تقدرش تقاوم، راح المعنويات تاعك تطيح وتفشل وتكره، وكاين اللي بيردي العام تاعو كامل من الفصل الاول ما يزيدش يقرا كاع وما يجيب والو، وكاين اللي لا يصبر يقاوم ويكمل. لا غالب راك في الجزائر خونا، لا غالب الجزائر ما تشجعش، الجزائر دائما تعاود تردك للور، لازم انت تكون مصدر التحفيز تاع روحك. على بالي بلي كاين ضغط تاع الاولياء، لي بارون كاملين يتسناو في لي نوت تاعك، كيشوفوا 7 8 9 يبداو يقلقوا فيك، يبداو يضغطوا عليك، لانه علاه ما يعرفوش المشاكل اللي راه في قطاع التربيه. هما بوغ بالنسبه ليهم النقطه اللي تديها في اختبار الفصل الاول هي اللي راهي تبين المستوى تاعك، اذا راك تقرا ولا ماكش تقرا، وشنو ما عندها حتى علاقه. انت على بالك بلي ما عندها حتى علاقه، لازمك تقاوم، لازمك تقاوم، لازمك تقاوم، وبالعكس لازم يكون هذا مصدر تحدي ليك باش تكون عندك نقطة مخالفة تماما في الباك. اصبر حتى تعاود لك نفس العملية في الفصل الثاني، اصبر حتى تعاود لك نفس العملية في الفصل الثالث، اصبر. وشنو دائما لازم تكون تخدم وعلى بالك واش راك دير، لازم دائما تكون تقرا وتعاود وتكرر وتحل تمارين حتى ويمدوا لك مواضيع غير نموذجية ما عندها حتى علاقة بمواضيع البكالوريا، انت النقطة هذيك ما تعمرش بها راسك كامل. واصبر على ضغط الأولياء، اصبر على ضغط الناس، اصبر عليهم كامل، في الأخير وجد لهم الكلمة النهائية تاعك اللي هي عفوا المعدل اللي راح يكون عندك في شهادة البكالوريا يوم يسلموا. كشوف النقاط وري لهم العلامة وقول لهم هذا هو الكلام اللي كنت نهضر عليه من قبل. وهذا الكلام ماهوش غير في السيونس، في المات، في الفيزيك، في جميع المواد الرئيسية بالنسبة لكل الشعب. الإنسان اللي يكمل الخدمة تاعو بخطى ثابتة حتى النهاية دائما دائما تكون ثمرة تاعو في موضوع أو في علامة عن البكالوريا النهائية، والإنسان اللي ما يقدرش يقاوم هو اللي راح يفشل وراح يفشل وراح يفشل. دائما خاوتنا المشاكل تاعنا كل ما نكبروا كل ما يزيدوا معانا. وكانت كومباري مثلا هذا العام مع السنه تاع المتوسط، سنه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه متوسط، ما عنده حتى مجال للمقارنه. كيف كيف ما كي تجيبوا الباك خاوتنا تنساو كامل المرحله هذه، طلعوا المرحله تاع الجامعه شوفوا بلي كاين مشاكل اكبر، وكل ما تزيدوا كل ما تزيد القدره العقليه تاعكم وتزيد قوه التحمل تاعكم حتى تلحقوا المبتغى تاعكم في النهايه. وان شاء الله يا ربي يكون نجاح دائما حليفكم. الصبر هذا ما كان خوتنا، والخدمه حتى اخر لحظه، وان شاء الله رانا معكم دائما في جميع المجالات نفيدوكم قدر المستطاع، اما في السيونس ولا في اي مجال اخر. يعطيكم الصحه والسلام عليكم.